شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. فهذه السنة الثانية على التوالي اللي بلادنا كتعيش واحد الموسم فلاحي جد جاف ادى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله، واللي عانى من جهة أخرى بالغلاء ديال المواد الأولية وارتفاع تكلفة الإنتاج. فيما يخص مربي الماشية، مكنت الإجراءات اللي نزلتها الحكومة منذ الموسم الماضي باستمرار وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية من أعلاف مدعمة ومياه توريد والتخفيف على الماشي على مربي الماشية، وعمت كل جهات المملكة مع التركيز على المناطق المتضررة. وقد تم إلى حدود الآن توزيع 8 مليون ديال القنطار من الشاعل المدعم، 2.5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات والسهريجية. وابتداء من هذا الشهر إن شاء الله، وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الأخيرة، تشرع الوزارة في تنفيذ البرنامج الجديد، واللي الميزانية ديالو تحدات في 10 ملايير ديال الدرهم. وفيما يخص تربية المواشي غادي تخصص لها 5 ملايير ديال الدرهم، وغادي تهم خصوصاً الأعلاف ولكن بكمية كافية، وغادي توزع بواحد الطريقة اللي هي جديدة، واحد الطريقة ديال الشباك المفتوح، والكميات اللي تكون كافية بالنسبة للمربيين ديال الماشية، وكاع المشاكل ديال التوزيع غادي نحيدوها بهذه الطريقة هذه. شكرا. شكرا السيد الوزير.